هي المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها، أنا طبعا في أنا اطلعت على 3 وثائق، وفي رسالة مسربة من وزارة النفط وموجودة، لا أعرف هل هي صحيحة أو لا، لكن موجودة في الإنترنت في الفيسبوك، وتتكلم موجه وزير يعني سعادة وزير النفط موجه رسالة لرئيس مجلس الطاقة، ويتكلم على الموضوع، يتكلم على الاقتصاديات بتاعه. البيان الوثيقة الثانية هي وثيقة من مؤسسة الوطنية للنفط، بيان صحفي، وتتكلم على الدوافع. هي ما قالت أن احنا ما غيرناش في الحصص الانتاجية، يعني واضح البيان، قالوا احنا بس يعني ازحنا عملية الإعلان. يعني هو انت لما تعلن إعلان تجاري، يوم اللي تعلن إعلان تجاري كان عشان يتم الاسترداد المصاريف الرأسمالية والمصاريف التشغيل، كانت إيني حتاخذ 40%، تاخذ 40% لفترة 10 سنوات، بعد 10 سنوات ترجع ل 30%. الإيني داروا الإعلان التجاري في سنة 2013، لما تحسب من 2013 عند 2023 هذا هو 10 سنوات، خلاص تمت، معناها المفروض إني ترجع للحصة الأصلية بتاعها اللي هي 30%. أي. لكن هو قال لك لأن المؤسسة الوطنية للنفط قالوا لي أسباب عديدة متعددة، موجود يعني حتى في البيان، لأسباب عديدة ما قدرناش إحنا نبدو في 2013، يعني هو السبب كان تلكؤ من إني، واضح يعني إني ما بدتش، رغم أن الموضوع في البحر يعني ممكن موضوع أقل خطورة، ممكن في مشكلة يعني في البر، لكن في البحر ما بدوش. وكان السبب واضح لأن أسعار الغاز كانت متدنية جدا، يعني إيني ليش تحط في استثمار؟ كي لو كان حطت استثمار كانت حتخسر في ذاك الوقت. مع الأسعار كانت وصلت لعند 2 دولار و3 دولار كان ينباع الغاز، يعني ممكن أسعار العقود أعلى شوية، 6 دولار أو حاجة زي. أنا خلي نقول اللي سمعته المؤسسة قالت كأن احنا نبدو من توه، نبدو من 2023 نعطوهم، نبدو احنا ب 30%، احنا نبدو ب 40%، احنا تفاوضنا مع إيني قلنا لهم لا 40% ما ينفعش، احنا ننزلوكم ل 38%، والمؤسسة تشوف في انجاز، انا نزلتهم من 40% ل 38%، بينما وزارة النفط تقول لا 30%، هذا فات عليه 10 سنوات المفروض whatever، يعني لأن الشركة تأخرت، مش احنا اللي تأخرنا، احنا قلنا لها تعالوا اشتغلوا، الشركة تأخرت ما لناش دعوة بها، هي تأخرت معناها حنبدو من تول، لما يجي نبدو من سنة 2023 حنبدو 30%، المفروض نرجعوا نبدو من 30% عملية استرداد التكاليف، وإذا كان ما رجعناش ل 30% هذا حيبدأ كأنك انت تعطي في 8% من حصة إضافية للشركة، فهمت؟ هذا هو الخلاف.